والترفع عن حقوق العباد وإيذائهم.
السنن، أي كذلك يخطاك رب العالمين، كذلك يمارك الحسن إلى عباد الله الصالحين، ونستسارع أين نسر، ونتعدى يا أفلحون نسر. يا أيها الناس كلوا من الطيبات. العمل الصالح إذا قد يتصرف الإنسان يسعى على الثمرات. الثمرة الأولى ما يكثر الإنسان من الأعمال الصالحة أن يغال أن يزكي هوليس، ولا بنادم أن يدير ولا شخص الأمراض، سواء الأمراض الباطنية الحسية نار سلطانا الذي يسمى الانسان السلوك اكل المعاصي، اي اعلان الحسد اكل الرياء الى غير ذلك من الامور. فالحاجه تنسويرس الذي يسمى الانسان الراحه نظاميرس، الطمانينه اكل السكينه هي القلب يرس. الامر السين ثمره السناف تاع العمل الصالح هو سلامة اليد. أفتس بنادم أفيغال أتسيدي محترفة، أتسوغال أتسيدي تحمل الخدمة أن يطرف عن الإنسان ويتقري فلا الحرام ويتسمد له سيس الحارة ويتشيرا سفوسيس أرعوات الناس. نزاهة اليد وطهارة كذلك أن يصون الإنسان اللسان ينس في الغيبة والنميمة والبهتان. ربي سبحانه عز وجل يمر الأنبياء والمرسلين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يمر الأنبياء يمر المرسلين يمر المؤمنين على لسان الأنبياء والمرسلين أدش الإحلال، أطهر الحلال، أذعن في الحرام. لم يكن النبي عليه السلام ولاش لقمة من العيش، سريت خبز بنادم إيمانيس، إذن أخذوا في الظل، الرب العالمين عز وجل أما إن كنير هذه الصور الإنسان استيفينس. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من طعام يده. سيدنا داود عليه السلام الذي أتاه الله عز وجل الملك النبوءة الحكمة إلى الشهور إلى السدس إلى تسامس وإلى هذه الصور وفسيس. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، والنبي عليه السلام قال من أكل طيبا وعمل في السنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. العبد أريد الحلال الطيب، أريد خدمة وفق السنة للنبي عليه السلام، أريد سنن العرض الجيراني نفس أخذ العرض للمؤمنين أماكن يتصونوا يتحذر يتحافظ أبشر في نفس أتجعل رب العالمين من أهل الجنة. ثلاث مرات سلامة القلب ونزاهة اليد واستجابة الدعاء. الحاجة الثالثة العبد يكثر من الأعمال الصالحة، العبد كذلك أريد شن الحلال من الرزق أن يتقبل ربي سبحانه عز وجل يس دعاء يفكر عند ربي عز وجل. المثل الأعلى في النفل الثلاث الذين آووا إلى غار فسدت عليهم
فرج الله عز وجل عنهم شيئا. الثاني توسل إلى الله تبارك وتعالى بعفته بالعفة وبالابتعاد عن الحرام، ففرج الله عز وجل عنهم شيئا. والثالث توسل إلى الله بدفع حق الأجر ففرج الله عز وجل عنهم. العمل الصالح أيها الإخوة الأفاضل يستجيب بني آدم للمشقات للصعاب. احتياج النبي عليه السلام يبوس ثلاثة النفر ثلاثة العباد رولا شمال الأخ ديون الجبل الأخ ديون الغار بلازم رب العالمين عز وجل يشمل الدخل صليت صوب ديال الصخره ديال الصروت اشو ستخدم صلاه غسل الباب اللي سالت فوق خلاص ما كان لا بورتال لا كونيكسيون ما شافو حتى واحد غير ربي سبحانه ام كان اخر ما شاف فوق اتسالي تصوت سنير اتسحب تاكوت وسنير هاد السيولان وسدي السلحف حاشا رب العالمين اش ناخذنا ناس ان توسل رب العالمين بصالح الاعمال يكلم صغارو الناس يا رب العالمين كي اللي صعيب بابا تما الى عرفت الصقعه اسم النور دائما تسحب الماء وتسوى بعفتك انا مسخن نزني قبل العشاء اطع مغراوي الناس يا رب العالمين هي وسع القضاء وسيغ الاستنفاء الغوث الرزق عند الصغر وفي خدمة الصالح الناس تند وراوي تسرون الريفسك وكي نتفغي فيني يعني في تسليم أم يتكرر عند صلاة الفجر أم يتكرر من مير أم يتكرر من العشاء من الفجر السيد النير يطف عشي الطف يطفي فتينين يتصاب جلوة دينيس من مرد أخوين أنا والسبيانين ستسرون أتصنك الذي الناس يروا في إذا كان خذنا وخذنا يدي أمني وذبي سفراء يدي قادر بقدرة قادر السفراء بعز وجل السخرة بشطع ولكن نصدرنا لا تفعل إكاد الإنسان الثاني الناس يا ربي كيني تاع المرض صخناي بس يولو خدامي يولو العامل الناس وبعد يروح اشو صخنا الناس يروح بشي غص المجرى ينوم صغيرة اما علمني وقت النعاج يوضو لي واللي اني كثرت بغنت الف ما الفين الناس بعد مدة عشر سنوات يعداد اني تفتيني ذي المنيك تجير الناس يا ربي اني راسي راوي فوالا اني عجبني من امر اني عجب ملكي سوالي راك ذا الملك سلوج راني كيزيد لغا ذا الملك نهري ثاويت يكرو خدام نير يبي المال نير لله عز وجل الناس يا ربي ما خلق اية ابتغاء وجهك فرج في لنا استخر ربي عز وجل استخرني ولكن مسلم لا تفعل يكرد الرجل الثالث أيها الإخوة الكرام الناس يا ربي عز وجل كي ندير سيعيوز الأمانة سيعيوز الهنديس عمير خضرات الزواج الناس جمع راسي بالذهب لمدة سنين سبع سنين أو ثمان سنوات الناس أسمي خدمة الدخول أستمرار دمغص الذهب كشمع قرص ليلة الزفاف الناس تنايد وتفضل على خاطر كي ياخذ يتواخذ بها كي ياخذ امراه فلان الناس تجي راس المال النير تجي راس المال الفرض تجي راس العفه ينس يوض ربي عز وجل الناس يا ربي ما خدم غير ابتغاء وجهك فرج في لنا يفرج ربي عز وجل افلاسا تلك الصخره العمل الصالح ايها الاخوه الكرام الانسان كياكل الحلال ربي سبحانه عز وجل اثي دي كس ذي فل يسوي عثم الديق ذي بيدي اهل العلم اشو قال اهل السلف قال ان من الذنوب ذنوبا لا يمكن
يعرفها إلا الهم في طلب المعيشة. نقول لك من نسعى الذنوب يلاحظ الذنوب استنسير الصليز ويقضى رمضان لا الذنوب يستلم ربه الحج الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إلى الجنوبة في ثمان أربعين. ولكن كاين بعض الذنوب إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها إلا الهم في طلب المعيشة. لا الذنوب أثني عفا ربي عز وجل ألا ما كنتش تاتي فيها ألا ما سعت صفر ألا ما تحلى سمعي شتني الحلال ألف شر وحنا غادي يعفو ربي سبحانه عز وجل. الذنوب ذاين أصبت يسعد سعد بن أبي وقاص يسأل النبي عليه السلام من مسكن الدعاء بنفس يا رسول الله ادعو الله لي بأن أكون مستجاب الدعاء. سيدنا سعد بن أبي وقاص يسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس يا رسول الله دعوة ربي أدعو غير ذعيري يغفر ربي سبحانه. استدعاء النبي عليه السلام سيناء في فيز الشرط إنس يا سعد أطيب مطعمك تكون مستجاب الدعاء. وسيد على أسيني روح إذا ربيع أي زعب ربي مقبول ألا في فيز الشرط يا سعد أطيب مطعمك تكون مستجاب الدعاء. إنس الشحلال الشيء الحلم أحفظ ربي سبحانه عز وجل الدعاء. اللهم لا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كان واحد المرة رؤوف فقير عاش دائما ما شاء الله مشفين يا رب العالمين. اللهم عافني يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مرضاه مطهورا إن شاء الله. اللهم اجعل مرضاه مطهورا إن شاء الله برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.